اوكي يا جماعه، انا الان جاي من المستقبل. كنت جالس امنتج المقطع وتذكرت معلومه جدا مهمه نسيت اخبركم عليها، انه هذا المقطع هو الجزء الاول اللي نازل في هذه القناه، ولكن الجزء الثاني وجميع مقاطع البرمجه بشكل عام يعني راح يكونون في القناه الثانيه اللي انا خصصتها للبرمجه لاني اعشق هذا المجال. فراح تشوفون عليها مقاطع جدا كثيره من ناحيه التعليمات والبرمجه وكل شيء. فايش تنتظر يا عزيزي؟ اتمنى انك تروح تشترك بهذيك القناه وتفعل جرس التنبيهات علشان الاشعارات توصلك اول ما انزل مقاطع. فاتمنى انكم تدعمون القناة الثانية ايضا، لاني جدا احب البرمجة واحب اني افيدكم واوريكم ايش اسوي انا في عالم البرمجة ايضا. اوكي، شكرا لكم. بالفترة الماضية وعلى تعليقات كل المقاطع اللي انزلها، كلكم تكتبوا لي يا مام كالو برمج لنا لعبة على محرك الانريل انجن، يا مام كالو متى تبرمج لنا لعبة؟ الان حان الوقت المناسب، واخيرا وليس اخرا مام كالو عاد اليكم بمقطع جديد. ولانكم ازعجتوني بالمقاطع الماضية كلها يعني، قررت اني انتقم منكم على طريقتي الشخصية في هذا المقطع. لذلك قبل كل شيء يا جماعة، نحن اصدقاء كذا بس نمزح بين بعضنا، عارفين يعني. اتمنى من الجميع الان بالله عليكم يعني تضغطوا على زر اللايك، احس ان ما حدا راح يضغط زر اللايك الان. بالله عليكم شباب، لايك بسيط هو مجاني يعني، ترى تعبت بالمقطع بشكل مجنون يعني. اتمنى منكم تضغطون على زر اللايك، وهذا ما يمنع اني ما راح انتقم منكم يعني. طبعا يا جماعه الخير، بدانا المشروع فارغ تماما، هي شخصيه البدايه على محرك الانريل انجن. فقررت اني ازود الامور اكثر يعني الان، واحط ترين. ترين هو عباره عن انه ارض يعني، بكل اختصار حطينا ارض الان كبيره جدا، والارض فاخره ولكن قاحله مثل ما يقولون يعني، ما فيها اي شيء، الارض فارغه تماما. قررت اني اضيف لهي الارض شويه اعشاب يعني، ما اخبي عليكم شباب راسي صدع من السيستم اللي انا مريت فيه بالنسبه للاعشاب، ما يجينا دروب فريم وكذا يعني. هذا هو العالم ولكن بدون عشب، مجرد تكستشر بسيط. كيفني بس بالانجلش معاكم، تكستشر بسيط وما ادري ايش على الارض. كمان مره قبل لا اكمل يعني، فكره اللعبه اني ارفع لكم ضغطكم باي طريقه كانت، ولكن بنفس الوقت اريد انه الاشياء تكون كيوت اكثر. راح تفهمون بنص المقطع ليش قالكم كيوت اكثر. المكتوب مو باين من عنوانه في كل مره يعني، تمام؟ خليني اثبت لكم نظريه خاطئه تماما يعني. المهم يعني الان العالم فاضي، ناقص شويه اعشاب يعني كذا يعني. حاولت احط سيستم اعشاب يكون جدا مناسب علشان البيئه اللي كانت في راسي يعني. وصراحه ما اخبي عليكم، انا طولت جدا بهذا الشيء اللي انا سويته، ولكن الحمد لله قدرت اني اسويه. طبعا الان يسالني مام كالو ايش فكره اللعبه، عالم كذا فارغ تماما في عشب. ما راح احرق عليك فكره اللعبه، اريدك تتابع المقطع بالكامل كذا. واتش تايم، فلوس اكثر، كل شيء اكثر حبيبي انك كثر. المهم يعني هذا العشب ما عجبني بزياده، فرحت ادور على عشب يكون اكثر ككرتوني يعني، تعرفون اللعبه لازم تكون كذا. حاولت احط نفس العشب اللي استعملته باللعبه الماضيه يعني، تتذكرون سويت له. ما راح اعيد واكرر، انا مبرمج العاب شهير، عندي العاب في السابق كثير يعني. ورا ما انتهيت من نظام العشب يعني، تعرفون الشخصيه هاي بيض كثير، ما عجبتني شخصيه الانريل انجن يعطوك اياها، ما عجبتني، مسحتها بالكامل وقررت اسوي شخصيتي من الصفر يا جماعه. طبعا الان اللي جالس يسال ايش هي الاشياء اللي جالس تشبكها ببعض عشان تسوي اللعبه، هذا هو النظام البلو برينس الموجود على محرك الانريل انجن. على عكس اليونيتي لازم تكتب اسطر اكواد، هنا عندك مبسط شويتين، اوصل نودز ببعضها وكل الامور تمام. طبعا لازم تفهم انجلش نوعا ما وتكون عندك خبره سابقه في البرمجه. انا ما احب اني اطول بهي الامور كثير لان اعرف ممل نوعا ما، ما عليكم. فبكل اختصار سويت شخصيه بسيطه جدا ما عليها كاركتر، بس كذا يعني مجرد كبسوله تتحرك يمين يسار واعلى وللخلف يعني. الفكره كانت انه اسويها من الصفر لانه انا في عندي تحكم خاص ودي اني اشتغله باللعبه، لذلك سويتها بنفسي. وحطيت ايضا نظام يمدينا نحرك الكاميرا، لانه اذا ما حركنا الماوس بالكاميرا ايش هاللعب البيض يعني. حاولنا نحرك الكاميرا وحطيت سهم بسيط علشان اشوف الاتجاه واقدر اتجه لهذا الاتجاه بعدين. حطينا نظام قفز وهي الامور، كل شيء كان اسطوري لابعد درجه يعني. الان حاولت طبعا بعدين اني احط بعضا من البلاتفورمز علشان نقفز عليهم واحدا تلو الاخر، علشان اختبر اذا كان التحكم سلس ولا لا، لانه اللعبه اللي جالس اسويها تعتمد على تحكم الكيبورد نوعا ما. اوكي، فسويتها بشكل بسيط وهي اللعبه. اتمنى ان اللعبه عجبتكم، يعطيكم الف. كالعاده نكتي جدا بيض، قسم بالله انه كرنج الف، انا ما ادري ليش ما بطل عادتي. تعرفون بالوقت الحالي خبرتكم انه الشخصيه عباره عن كبسوله، هذا الامر مو منطقي، فقررت اني اجيب لكم شخصيه كيوت الى ابعد درجه ممكنه يا جماعه. بالله عليكم في اكيت من هي الشخصيه الان، شخصيه كيوت كثير، ما عليها انيميشن ابدا طبعا، راح نحط انيميشن بعدين. هاي الشخصيه على عكس الشخصيات الباقيه في حياتي ومسيرتي البرمجيه، ما سرقتها من جوجل، اشتريتها بفلوسي شباب، فلوسي طارت في هذا المقطع. الشخصيه هي بكل اختصار طلبت من احد يصمم لي اياها يعني مقابل بعض من الفلوس علشان المقطع هذا يطلع جدا فاخر على الاخر، وطلعت جدا حلوه. باقي بس احط عليها كم انيميشن على محرك الانريل انجن علشان نخليها احلى واحلى. تعرفون الشخصيه تمشي كذا، هذا مو منطق يعني، ايش هذا السحبات هي، مو لعبه هي. والنتيجه كانت جدا رهيبه يا جماعه، والله انا جدا كنت سعيد بهي الشخصيه. بس باقي انه نحط
انيميشن القفز، ما كان القفز طبيعي نوعا ما، شايفين القفز جالس يخفز وكانه مو جالس يخفز، بس كذا اللاعب يتعلى وينخفض. وبكل اختصار يعني يا جماعه رحت وشبكت بعض الجداول في بعضها، اشبك هنا يمين اشبك هنا يسار يا حبيبي، حط هذه من هنا حط هذه من هنا، وخلاص الامور سليمه، اللاعب صار يخفز الان وكل الامور طيبه وما في اي مشكله. قفزه من هنا وقفزه من هنا وقفز المؤبد لا ينتهي لاني كنت ناسي احط من الجامب ينتقل للايدل مره ثانيه بعد ما خلص قفز، تمام؟ فالان القفز صار اسطوري، يقفز مره ولما لا قفز، بالله عليكم تقييمكم من 10 لا القفز معنا هنا. شوف اللاعب يمديني احركه من هنا اروح فيه لهنا، اللاعب صار يقفز اقفز من هنا. الان راح ينط لي احد بالتعليقات ويخبرني طيب هذا اللون معفن جدا على الشخصيه، ارجوك تغيري هذا اللون. ما عليك عزيزي الالوان غيرها انت بنفسك عزيزي، هذا اللون الازرق عاجبك ولا مو عاجبك هذا اللون؟ طيب اصبر ما تحب الازرق؟ اوكي خذ هذا اللون، عاجبك ولا لا اللون انا اعرف ايش انت عاجبك، خذ هذا اللون. طيب والله وريكم الشباب. بعد كذا طبعا حسيت انه العالم شوي فارغ، لذلك حبيت اني احط جبال من بعيد يعني عشان اشوف المظهر كيف حيطلع، فالمظهر عجبني جدا. لذلك تدرون ايش يا جماعه؟ انا اوريكم ايش، حط هذا الجبل من هنا وحط هذا من هنا وبعد هذا من هنا وبعد هذا ايضا من هنا وحط هذا من هنا ووخر هذا من هنا، لف هذا من هنا حط هذا من تحت، حط هذا من اليمين حط هذا من اليمين ايضا جنبه وحط هذا لفها بهذا الشكل. حلم كيف صار الان معانا؟ بالله عليكم كيف بس يا جماعه؟ هاي الديزاينات شغلت ممكالو يا حبيبي، عارف انت الديزاين اللعبه الان صارت عجبتني بشكل جدا مجنون، ولذلك حبيت اني استلم الديزاين اكثر واكثر. يعني رحت دورت بعض الاشياء المجانيه حملتها حاولت احطها بالسين، حاولت اغير التكستشر تبع الارضيات يعني وكل الامور هي، فعدلت على بعض الامور. صراحه ضيعت وقت جدا كبير بالنهايه على الفاضي، يعني كنت جالس الف دائره شباب، سويت شيء عجبني لفيت دائره كامله ما عجبني رجعت لفيت ورجعت لهذا الشيء، ضيع وقت على الفاضي، هذا عالم البرمجه ايش متوقع يا حبيبي؟ ما علينا. وحطت بعض هنا الكامب فاير وشغلت اللعبه وبسم الله بركه الله شوفوا الاجواء محلاها صارت، صرنا جاهزين علشان ارفع لكم ضغطكم الى ما ابعد درجه. بدات الباركور تبعي من هنا يا جماعه، بكل اختصار لعبه باركور ولكن باركور من نوع الت اف 4 اطلع برا ام اللعبه على السريع يا حبيبي. صراحه شوي شوي الافكار كانت تخطر ببالي وكنت دائما اجرب هذا الباركور شغال نظامي ولا لا، وحاولت ايضا احط بعض التكستر وطلع المظهر جدا رهيب لدرجه اني مسحتهم بالكامل وجبت شيء ثاني. ضيع وقت على الفاضي خبركم، انا ضيع وقتي كذا بس على الفاضي اسوي شيء لا ما اخرط هذا الشيء جيب غيره يا حبيبي. حاولت احط اكثر نظام كذا خشبات كانك تسوي باركور عليهم، والله يا جماعه النتيجه ابهرتني انا شخصيا يعني كمان. طبعا بالوقت الحالي اذا تلاحظون اذا اللاعب طاح بالارض ما يمدي يسوي اي شيء ثاني غير انه يمشي بالارض وما في اي شيء يصير، بالله عليك هذا منطقي يعني نوعا ما، معناها اللعبه ما تنتهي كذا يمدي يتجول بالعالم هذا. لا يا عزيزي تعال نحل هذه المشكله، راح احط هنا بوكس جدا كبير بالعالم هذا، في حال اللاعب نزل على هذا البوكس خلينا نعيد اقلاع اللعبه من جديد. طبعا قبل كذا لازم تدخل الى فقره التجارب، بجرب الان اذا في حال لمست الارض هل يا ترى راح يطلع لي رساله او ماي جاد ولا لا يا حبيبي؟ اذا في حال طحت بالارض راح يكتب لي او ماي جاد، معناها كذا انا تمام، انا لمست هذا الشيء اللي حطيته بالارض، يعني يمديني الان اشتغل على هذه الاو ماي جاد واحذفها واحط مكانها النظام يسوي لي اوبن ليفل من جديد، يعني ارجع عيد المشهد من جديد. الان في حال اني طحت ينعاد المشهد من جديد. شوف انا دائما مو راضي يا جماعه، انا كل ما اسوي شيء انا مو راضي عنه ابدا، لازم يكون بيرفكت هذا الشيء. لذلك انا حبيت انه اللاعب لما يطيح يصير في نظام راك دول، ايش يعني؟ يعني لاعب كذا يطيح كذا يعني عارفين يسوي كذا بالفيزكس تبع بجسمه، يعني يطيح بشكل حلو، ما ادري كيف اشرح، المهم فهمت يا عزيزي اتمنى انك فهمت. تعالوا نسوي هذا الشيء. اوكي في حال الان ضغط زر تجربه بسيطه، او نايس هذا الشيء اللي انا اريده، ولكن الكاميرا لازم ما تتحرك. تعالوا نفصل الكاميرا شويتين، دور هنا ديزيبل ماي موفمنت، اوكي ليتس جو شغل. اوكي خلينا نشوف الان يمدين، يا سلام الكاميرا ما تتحرك معانا، اللاعب صار يموت بهي الشخصية. بكل اختصار إذا الآن عدينا هذا الباركور بالكامل و طحنا في وحدة مثلا، ما طحت فيهم لاني محترف باركور، في حال طحنا ايش راح يصير؟ اللاعب راح يصير مع الراجدول هذاك بالارض يعني. خليني الان اجي واصمم سهم بذات نفسي لانه ما صار عندي فلوس ادفع لاحد يصمم لي اياه، ايزي بصنع سهم كذا احط هذا المثلث هنا، خالصين الان بسط عليه تكستشر صار عندنا سهم. كل اختصار سويت بوكس بسيط يطلع هذا السهم علشان يلمس اللاعب ويموته يعني عارفين، والله لو اوريكم. طب واذا طلعت فوق هذا السهم ايش بصير؟ اوكي شيء جدا حلو الصراحه، اقدر اتنقل بهذا السهم بكامل الماب. لا والاحلى من كذا انه هذا السهم ما يختفي ابدا، يعني اذا لعبت اللعب 20 دقيقه جهازي ممكن ينفجر لانه في 20,000 سهم راح يرسبن. طبعا بكل اختصار حطيت سيستم يسمح لي احدد كم سهم يمديني ارسبن، خليتها بشكل عشوائي من 1 ثاني الى 3 ثواني برسبن سهم واحد كل 1 الى 3 ثواني عشان يعني اوريكم، وطبعا السهم يختفي بعد 5 ثواني اوكي في حال وصل بعيد. تعالوا اجرب واعدي اذا كانت الصعوبه حلوه ولا اوكي يمديني اوكي كم بطيح بطيح هنا بطيح لا بطيح بطيح كمل كمل اوكي الحمد لله.
هذا اللعبة مو صعبة يا مكانه. فكر بلعبة أصعب يا مكانه. جيب هذا حط العالم من هذا من هنا، حط هذا من هنا أيضا، حط هذا من هنا أيضا، حط هذا من هنا أيضا. شغل اللعبة الآن. هل يا ترى مديني عدي ولا لا؟ أوكي مديني عدي، مديني عدي، مديني عدي، مديني عدي. لا 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 يا مكانه اللعبة جدا سهلة. خليني أشتغل على الموضوع أكثر، أربط هذا بهذا، أربط هذا. أيوة حط هذا من هنا، حط هذا الفيزيكس من هنا. أيوة في حال لمسني السهم الفيزيك راح يلمسني ولا باللعب راح يطيح معنا اللعبة الآن. أوكي الآن النظام صار أسطوري. في حال مشيت السهم لمسني رح أطيح فورا من الأرض. هذا اللي أنا أحتاجه تماما. الفكرة أوكي جالس أنخبز الآن. أوكي صارت الفكرة حلوة نوعا ما، ولكن التكستشر تبع هاي البوكسات مو عاجبني كثير. تعالوا بحط عليهم تكستشر واقع أكثر. خليني أجرب الآن أعدي هذا الباركور. بسم الله نط من هنا. أيوة انتظرها خلي تروح. أوكي خلي تروح، مفروض متت. الآن أشوف لكم السيستم جدا سهل يا جماعة، والله أنا ما ارضى. خليني اسرع شوي عدد الاسهم الجاسه تطلع. ليتس جو. اوكي نشوف لكم الان كيف راح تعدون الان. مسوين لنا فيها انه لعبه جدا سهله وما ادري ايش. اذا ما مكان بذات نفسه ما يمدي يعدي هذا الباركور. ايش فيك؟ اوكي انا يمديني اعدي هذا الباركور. عديت هذا والله ما اصبر اصبر والله لوريك اصبر. جيب هذا من هنا وحطه من هنا. ايوه وخرها شوي من هنا. دبلها دبلها كمان، دبلها كمان، دبلها كمان، تربلها كمان، فرفد لها كمان. اوكي شغل اللعبه الان. خلينا نشوف الان كيف صارت ايزي اللعبه. اصبر شوي اوريك الان. عدي من هذه اذا بدك تعدي يا حبيبي. اذا مداني اعدي هي بسلام انا مفول. والله اللعبه صارت سهله. هنا ما يمديك تعدي ابدا، انت ميت في هذا المكان. طبعا انا حاولت اني اجرب اعديها 2000 مره، اخذت مني 2000 مره حتى مداني اعديها. ما اوكي ما مداني اعديها. الان راح يقفز لي احد ثاني من التعليقات، راح يكتب لي ما مكانه واذا رحنا من اليمين او رحنا من اليسار ايش راح يصير. عزيزي وربي اني قافطك وربي ما يمديك تسوي معي شيء. الجلتشات كلها في جيبتي يا حبيبي. تعال بحط لك الان نظام. راح اتعب جدا بهذا النظام وربي يا شباب النظام جدا متعب راح يكون، لدرجه انه راح اشوف هذا الشيء اللي انا كاتبه من قبل راح اشيله كذا. ايوه كنترول سي انسخها كوبي، روح على هناك. ايوه جيل هنا، تعال هنا كوبي بيست يا حبيبي، اعملها بيست هنا. اوصل هذه، فك هذه من هنا، لك دمر هذه، اربط هذه، خلاص صلى الله وبارك. الان جرب المسها الان، ابلع خذ يا حبيبي. شباب يعني لازم تشتغل بذكاء، انا مو مضطر ارجع اكتبها من جديد. نظام الموت هي كلها حطيتها من قبل، انسخ والصق يا حبيبي على السريع، اشتغل بذكاء. الان طبعا حاولت اسوي بلاتفورم اكثر وليفل ثاني، يعني كل مرحله فيها شيء جديد. طبعا لازم حاولت احط بلاتفورم متحرك جدا خرافي طبعا علشان يبدين اقفز على هذا البلاتفورم واوريكم مهاراتي. حاولت احط اكثر من بلاتفورم متنقل علشان يصير في اكثر حيويه باللعبه. حاولت بعدين اغير اخلي متغيرات، وحده تروح كذا وحده تروح كذا عشان يعني المظهر يصير احلى. شوف المشهد كيف طلع حلو الان، والله المشهد طلع اسطوري. خلينا اجرب اقفز عليهم واشوف اذا يمديني اروح عليهم. يا سلام اوكي روح لهنا، اقفز لهنا كمان. يا سلام هذه جدا اسطوريه. خليني انتظر هذيك الان تجي، تعالي هنا معانا، اقفز معنا من. يا سلام مداني اوصل يا شباب، واخيرا وليس اخرا اقفز على هذه. يا سلام باقي بس هي النهايه، اقفز عليها، اقفز على هذه، يلا يلا. يا سلام اوكي ما اخبرتك راح ارفع ضغطك على الفاضي، يعني اجباري احط لك فيك بلاتفورم، كل ما تخبط فيها راح تطيحك هذه البلاتفورم، لا تحاول عليها ابدا لانك راح تموت في كل مره. حاول انك تقفز الى الاخير، ما ادري لاقي لك طريقه، انا ما مو شغلتها يعني، حاولت لاقي لك طريقه. هذا تقريبا كان كل شيء يا جماعه مداني اسويه باليومين الماضيين. يعني حبيت اسوي لعبه باركور يكون في عالم كيوت، ولكن اللعبه ترفع لك ضغطك بشكل مجنون. الى الان ما انتهيت طبعا، حطيت بعض الاشياء اللي معرضها في المقطع لكم، شوفوا هاي الاشياء اللي بدك تقفز عليها، وحاولت احسن هذه النوعيات. طبعا اعيد واكرر اللعبه الى الان مو منتهي ابدا، فما اقدر احط رابط تحميلها لانه جدا بيض الى الان حتى تلعبها، بشتغل عليها اكثر. واذا تريدون انزل لكم مقطع اخر بعد التطويرات راح نغير كل هاي الاشكال، راح نحط هنا مدفعيات وامور واقعيه اكثر، هذه كلها من باب التجربه طبعا. حتى هاي البلاتفورم هذا مو شكل يعني، راح اغيرها تصير احلى، حتى هي هنا ايضا مو شكل. اذا في حال عجبتكم هاي اللعبه وحابين اني اشتغل عليها اكثر وانزل لكم هي بعدين تجربونها، اكتبوا لي تحت بالتعليقات، يعني لانه الهدف اني ارفع لكم ضغطكم بشكل جدا مجنون، هذا هدفي انا طبعا. لا حد ياخذها بشكل جدي طبعا يا جماعه، أنا امزح معاكم اوكي، انتم في القلب دائما وابدا يعني، فلذا قدسوا زر اللايك شباب. بالله عليك يا شباب والله زر اللايك مجاني، وتراني امزح معكم يعني، ورب هاي اللعبه لعيونكم راح اسويها وراح اشتغل عليها وراح اتعب عليها اكثر. فبس يعني يا جماعه الخير هذا كان كل شيء بالنسبه لمقطعنا اليوم، اتمنى انكم استمتعتوا. لا تنسون زر اللايك، تشتركون بالقناه اذا ما كنتم مشتركين، تفعلوا جرس التنبيهات، وليتس جو يا مكان. وحاولت اعدي هذا الباركور، ليتس جو نقفز منها، نقفز منها، هذا باركور ايزي، لعبتي شباب لعبتي لعبتي.